بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما أخدنا إكزامبل وبدأنا نطبع ناخد شكل الطباعة بتاعنا وننسقه في شكل جدول، عايزين نعمل عملية تانية مع البيانات، ألا وهي عملية البحث. بس عملية الإيه؟ البحث. لو أنا عايز أبحث في هعمل إيه؟ لو أنا عايز أبحث في الفايل السي اس في مثلا. طيب احنا كل هنبدا بيه ان انا لو عايز اسيرش، فانا ممكن اعمله، بس هعمله يعني هعمله بشكل فانكشن. تمام، هعمل ديفاين فانكشن فايند نيم الفايل، بدور على اسم جوه الفايل ده، او فايند ان فايل وخلاص، مش لازم نيم يعني. وعشان تشتغل صح انا لازم تديني الفايل باث اللي هو المسار بتاع الفايل انت بتبحث فيه، وتديني الفاليو او السيرش فاليو، قيمه البحث، سيرش فاليو اللي انت بتدور عليها. تمام، وبناء عليه انا هقدر ادور في الفايل ده. تمام، اول حاجه اعملها ان انا افتح الفايل، طبعا هقول له ويز اوبن. المسار بتاع الفايل بتاعي مش هثبته، هاخده من الفايل بس اللي هو البارامتر او الارجمنتس اللي احنا بعتناه يعني. طيب بعد كده طبعا هو مفتوحه فور ريد، كتبت او ما كتبتهاش مش تفرق، مفيش مشكله. وده از ايه؟ از فايل. كويس جدا. الكونتنت بتاعي هيكون بيساوي فايل دوت ريد لاينز، وبالشكل ده هكون قريت الملفات كلها على بعضها، او قريت البيانات كلها على بعضها. وهبدا ادور في لاين لاين، ففور لاين ان كونتنت اللي احنا جبناه وسحبناه من الفايل ده. هعمل ايه؟ هقول له اف ان السيرش فاليو لو كانت ان اللاين، انا سحبت لاين، فهبص هي موجوده في اللاين ده ولا مش موجوده في اللاين ده. بس واحنا عارفين الاوبريتور بتاع الان ده بيعمل كده، بيفايند ولو بارت من التكست، يعني لو التكست 20 ديجيت وهو بيماتش 3 ديجيتس هيقول لك ان ايه يعني ان موجود. تمام، حاجه كده زي لايك يعني. المهم لو كان لقاه هيريتيرن ترو، يعني خلاص هو موجود. إلس مفيش إلس، انا مش عايز إلس، مش عايز اقول إلس يبقى فولس، لان هو بيماتش اول لاين ما لقاش ما يدينيش فولس، لان الريتيرن بتوقف الفانكشن، صح ولا ايه؟ فانا مش عايز كده، ولا عايز مع كل لفه في الفور ولا كلام من ده خالص. خلاص، انا اللي يهمني ان هي بعد نهايه الفانكشن، لو الفانكشن مشت وصلت للامر ده يبقى هتريترن فولس. لو وصلت للامر ده، لو وصلت للسطر ده، غير كده هي خبطت في ترو، اول مره تخبط في ترو خلاص هيكون الامر بتاعنا انتهى، هيكون الموضوع انتهى. تمام، دي الفكره. ولذلك انا دي الفانكشن بتاعتي، بس بترد عليا موجود ولا مش موجود. لسه ممكن نطورها اكتر من كده والى اخره، بس هي دلوقتي ده الحال يعني. وبالتالي هقوم قايل مثلا ايه، سيرش فاليو هتساوي انبوت، اخده بقى من اليوزر، اقول له ايه فايند سيرش فور فاليو، ابحث عن قيمه ما. تمام، هو المفروض بقى هنبحث له، او دي القيمه بقى معايا السيرش فاليو. بعد السيرش فاليو هقول له انا طبعا عندي ان انا نضع الفانكشن اللي هي فايند ان فايل، هيقول لي اديني الفايل ذات نفسه. الفايل ذات نفسه اذا كان اسمه امبس داتا سي اس في فايل كوما، والسيرش فاليو هي السيرش فاليو اللي احنا لسه مدخلينها يعني، بس هو هي ريتريف يا ترو يا فولس، فممكن استغلها بكلمه اف عشان اقول له اف ان هي رجعت لي الفانكشن دي، رجعت لي ترو. برنت مثلا employee exists. تمام، else يبقى جاب رجعت له false، وبالتالي هقول له employee not exist وخلاص. وبنا نجرب الفكره اللي احنا عملناها دي. احنا عندنا طبعا عندنا عدل ومهيمن ومكسر، ماشي، فقلت له فايند
الفاليو اللي هتبحث عنها، قلت له مثلا ديل مثلا، فالامبلوي اكزيست. طبعا الامبلوي اكزيست اللي هو عادل، تمام. طب لو انا رنيت تاني وقلت مثلا مو عندنا اثنين مهيمن وميسر، فهيلاقيها اكيد امبلوي اكزيست. طب لو انا جيت قلت له ديل تاني، تمام، بس كتبتها كلها كابيتال، قال لي امبلوي نوت اكزيست، على اساس ان مفيش حد بالكلمه دي. لو قلت مو ام او كابيتال برضه قال لي مش موجود، لان طبعا هو كيس سنسيتيف. طبعا عشان نحل موضوع الكيس سنسيتيف ده او السنسيتيفيتي دي، لازم وانا بعمل اف يا اما اخلي القيمه اللي الراجل كتبها سمول واللي بيبحث فيه سمول، فقارن سمول بسمول، او اخلي ده كابيتال واخلي ده كابيتال، فيبقى بيقارن كابيتال بكابيتال، فبالتالي يبقى انا هربت من حته الكابيتال والسمول فلو جيت قلت له مثلا دوت لور، خلاص كده عملتها سمول، سمول ليتر، قلت له دوت لور، خلاص يبقى كده انا طبعا انا ما غيرتش قيمه البحث ولا غيرت اللاين اللي انا ببحث فيه، انا بس وانا وبس بعمل اف على الطاير، عملت ده لور كيس وده لور كيس وقارنت بس، لكن انا ما غيرتش قيمه السيرش فاليو ولا قيمه اللاينز نفسها. وبالتالي لما غيرنا الوضع ده، لما اجي اقول له ديل دي اي ال، هيرد عليا يقول لي ان هو ايه الامبلي اكزيست. كده نكون عملنا الايه زي سيرش او نفايند جوه السي اس في فايل. والسلام عليكم.